المؤتمر 23 الجمع العام كيما في الحقيقة راه مؤتمر ديال الفيدرالية الدولية للعمال العلميين الفيدراسيون مونديال دي ترافايور سيونتيفيك. هاد الفيدرالية اللي تم إنشاؤها من طرف واحد المجموعة ديال العلماء كان عندهم بري نوبل، في المقدمة جوليو كوري في 46 سنة 46 من بعد ما كانوا عندنا جوج ديال القنابل النووية في هيروشيما وناكازاكي. بعض العلماء في فرنسا وفي بريطانيا قالوا بأنه حان الوقت باش العمال في هذا الميدان، يعني الباحثين والعمال بصفة عامة اللي تيشتغلوا في هذه المسائل العلمية يحذروا الإنسانية خاصة السياسيين، ينبههم بأنه يجب توجه إلى بحث علمي يكون في صالح ولصالح الإنسانية وليس لخراب الإنسانية. وهنا بطبيعة الحال كاين هناك عدة أشياء، هناك بطبيعة الحال البيئة، هناك الحروب، هناك هذا الشيء ديال النووي، وهذا الشيء اللي عرفنا حتى في الآونة الأخيرة ديال ما هو صحي الشيء كله. إذا هذا المؤتمر بطبيعة الحال كجميع المؤتمرات غادي يتم انتخاب رئاسة جديدة، وكذلك غادي يكونوا أوراش ويدرسوا عدة أمور. كاين اليوم كانت الجلسة الافتتاحية في الصباح، في العشية غادي يكونوا انتخاب رئاسة المؤتمر واللجان، ثم غدا سيكون لو سيمبوزيوم، غادي تكون واحد اليوم دراسي لا سيونس باركي بوركي بوركوا، العلوم لمن من ولماذا. وهنا غادي يكونوا عدة عروض يتكلموا لا على خاص سواء على البيئة سواء على هذه الفيدرالية. تضم عدة دول، يعني هناك بطبيعة الحال فرنسا، ولكن إسبانيا، البرتغال، كندا، روسيا، الصين، المغرب، السنغال، الجزائر، عدة دول، زعما واخا الأرجنتين، واخا هاد الدول كلهم هي ماشي فيدرالية بالمعنى أنه بحال منظمة نقابية، ولكن هي تصدر توصيات، يكون عندها واحد الإشعاع وتسنسيبيليزي على هاد الأمور اللي باش تكون العلوم لصالح الإنسان. بطبيعة الحال هناك الأمور بصفة عامة اللي نتكلم عليها هو الحروب مثلا، إنه هذه منظمة اللي تدعى السلام. بطبيعة الحال الأسلحة اللي الفتاكة واللي هي سواء النووية ولا الكيميائية إتسترا، هادشي كلشي يجب التنصيص عليه. بطبيعة الحال هناك المشاكل البيئية، فهمتي، وكاين سكون لابيل لا سيونس اوفيرت، هي باش تكون واحد العلوم مفتوحة، ما تكونش ملك خاص غير دول متقدمة تحتكرها، ولكن تكون مثلا هذا اللقاح اللي كاين هذا الفيدرالية الاف ام تي اس توصي باش يكون رهن انشارات للجميع وخاصة الدول الفقيرة.